يقول: نريد نصائح سريعة لكيفية طلب العلم، ونصائح لمن يبدأ في الطلب ولا يكمل الطريق. طلب العلم شاق، وقد قال بعض السلف: جاهدت نفسي 30 سنة فما وجدت شيئا أشق عليها من طلب العلم. طلب العلم أمر مش سهل ومش هين. طلب العلم جهاد، طلب العلم جهاد، فالجهاد صعب على النفس، فلذلك لا يصل إليه إلا الصابرون، لا يصل إليه إلا الصابرون. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما في أدب الطلب: إنما يعطى الرجل على قدر نيته، إنما يعطى الرجل على قدر نيته. فلو أن طالب العلم أقبل على الطلب خالصا مخلصا لله تبارك وتعالى، راغبا في أداء فريضة من أجل الفرائض التي فرضها الله على عباده. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يقوم بهذه الفريضة العينية والكفائية وينفع نفسه وينفع الأمة، رجاء أن يؤتيه الله تبارك وتعالى ما وعد مما وعد به أهل العلم، فإن شاء الله تعالى بهذه النية الصادقة الخالصة مع العزم والإصرار والمجاهدة يبلغ مراده إن شاء الله تعالى. لكن مشكلتنا في ضعف النية وفي ضعف الهمة، مشكلتنا في ضعف النية وفي ضعف الهمة وفي كثرة الشواغل وزحمة الأعمال. الطالب يبدأ وبعدين تفطر نيته وتفطر عزيمته وتكثر مشاغله وتزاحمه الأعمال فيترك الطلب. فالنصيحة هي أن تجتهد في إخلاص نيتك وتجريدها لله سبحانه وتعالى، وأن تلح على الله تبارك وتعالى بالدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل، اللهم استخدمني لدعوة الحق، اللهم انشر بي الخير. تلح على الله تعالى بالدعاء يستجيب الله لك ويؤتيك ما سألت.